ممتاز. قريب بجمهور، جمهورنا أحلى وأقوى وأجمل جمهور حقيقة، فهمت؟ كون إنك تغني بلهجتك، أنت هنا بتنشر ثقافتك، بتنشر عاداتكم، لغتك، لهجتك بتبقى أسهل، بيبقى في تواصل أكبر بينك وباقي الشعوب الثانية، لأنه شايف إن هذه يعني أسهل طريقة إنه ممكن توصل بها أي معلومة أو أي كلام هو الفن. فعشان كده مثلا بختار إن أنا أغني بالسوداني، لكن بالنسبة للكلام عادي يعني ممكن أتكلم بأي حاجة أنا عايز أتكلمها. والله صراحة صراحة يعني الفنانين بشوف انه ممكن الشغل معاهم يكون تيكتو خيالية، مثلا زي مسلم الجنرا بتاعته بتختلف، حاسس اني انا ممكن اعمل شغلي بطريقتي بالنوع بتاع المزيكا بتاعتي مع طريقته اللي هو بيغني بها وخامة صوته وكذا، حاسس انه ممكن تطلع حاجة ظابطة يعني. لا اكيد يحصل، اكيد يحصل يعني، بغض النظر عن البيزنس وعن مدراء الاعمال او كذا، لكن بس هي مساله بتكون محتاجه شويه وقت، وانا واحد من الناس بالعكس حاجه زي دي ارحب بيها يعني، وانا متاكد انه مسلم برضو اكيد هيرحب بحاجه زي دي، لكن بس دائما بتلاقي انه خطط العمل شغله وشغلي، وتلقى اذا المانجمنت هنا والمانجمنت هنا دائما بتلاقي بس في صعوبات في اننا نلقى اليوم اللي نقعد فيه مع بعض. والله يا ريت، والله يا ريت عادي، ممكن امثل، ممكن اخوض التجربة دي، ممكن يعني اي حاجة لها علاقة بالفن، ممكن انت تقدم شنو كفنان. والله بالنسبة لكوميدي مع احمد حلمي ديفرنت يعني، مختلف شديد. ممكن تاني عندك محمد هنيدي مثلا واحمد عز، طالما انني شغال وبشوف نتيجة بالنسبة لي انا ده تمام، لكن ما قاعد اخط الحاجة قيمة، لانه كل مرحلة وكل فترة لا عيوب ولا متطلبات ولا حاجات ناقصة وحاجات كده. أول حاجة الحمد لله المحبة من عند ربنا، يعني أنا هسه حاليا عايش في نفس الليفل اللي عايشين فيه 90% من الشباب، فعشان كده ممكن دايما بحس إنه أنا قريب ليهم، الكلام اللي بتكلم وكلام الإحساس اللي أنا عايشه والفايب اللي عايشه، عندي نفس الميديا بتاعته، عندي نفس الشبابيك اللي هو بشوف بها الدنيا، فبحس دي الحاجة بتخلي الزول يعني قريب لجمهوره. شوف هو أنا طالما أنا بعرض حاجتي يعني، أنا الحاجة ما قاعد أشتغل لنفسي، أنا بشتغل للناس، طالما إنه أنا بشتغل حاجات للناس ف يعني أنا النقد ما عندي معه مشكلة، لأنه الناس كده كده تنقد كده كده يعني في أي حاجة بتنقد. والله أقول لهم تذوق الموسيقى، حاول شوف مثلا شنو في المزيكا ما عجبك في الحاجة اللي احنا بنقدمها، ممكن تكتب ده في تعليق، وممكن فعلا يعني التعليق ده يتبني على اساسه شغل يعني. احنا احلى حاجة عندنا في مزيكتنا ان احنا يعني الجمهور بتاعنا، جمهورنا احلى واقوى واجمل جمهور حقيقي، فهمت؟ يعني بيحب الحاجة عشان الحاجة فقط.